يعطيكم الصحة والعافية، معكم أحمد بعركي. أنا وايد أسوي مراجعات حق تليفونات، أكيد كلكم تدرون، وواحدة من أكثر الأسئلة اللي تجيني بكل فيديوهاتي: أحمد نبي خلفية باتمان، أحمد نبي خلفية باتمان، أحمد نبي خلفية باتمان. فبهذا الفيديو راح ألبي طلبكم، راح أعطيكم كل خلفيات باتمان اللي عندي وكل خلفيات باتمان اللي أنا راح أنزلها على أي واحد من التليفونات. تموا معي الحين، راح أعلمكم شلون. السلام عليكم ورحمة الله. خلفيات باتمان، كل من يسألني أحمد شلون أحصل خلفيات باتمان، حتى خلفيات باتمان الموجودة الحين على تليفون سوني لآخر واحد راجعته راح تلقونها إن شاء الله بالطريقة اللي أنا قاعد أعلمكم إياها. كل لازم منكم أنتم تسوونه شيء وايد بسيط، دخلوا على جوجل بلس بيج مالي. عقب ما تدخلون الجوجل بلس بيج مالي كل بساطة راح تقدرون تدشون على الفوتوز مالوتي. لا تحاتون، مو حاط أي نوع من الفوتوز، راح تلقون ألبوم واحد اسمه باتمان وول بيبرز، او باختصار خلفيات باتمان. تدخلون هنا راح تلقون كل الوول بيبرز اللي انا عندي، اللي انا بلشت اجمعهم من لما انا قمت مو اسوي مراجعات، من قبل اعرفكم وتعرفوني. هذه هي خلفيات انا قاعد استخدمها على تليفوناتي. فراح تلقون بعضهم ما راح يكونون فل سايز، بعضهم راح يكونون سايز اللي كان يسمح لي ان انا جوجل احمل عليهم، بس بعدين بروحي يعني تنبهت على عمري قمت احطهم فل سايز واستهلك ال 15 جيجا بايت اللي يعطوني اياها جوجل مجانا علشان احطها على الصور او الوول بيبرز مالوتي. فانا ما استخدم تليفوناتي بس عليها خلفيات باتمان، عندي خلفيات ثانيه بس هذه خلفيات باتمان اللي كما قاعد يسالني عنها راح تحصلونها هنا. طبعا تقدرون تاخذونها عليكم بالعافيه، الكريدت مو حقي، انا ما اخذ كريدت حق ولا واحده من الخلفيات، مو انا اللي قاعد ارسم هالخلفيات ولا انا قاعد اصنع هالخلفيات. في خلفيات مرات احصلها الريزولوشن مالها يكون وايد صغير، اخذها ونسوي عليها رندرينج، اعطيها حق اختي جرافيك ديزاينر ما شاء الله عليها، هي تسوي لي اياها اب سكيل وتعدل اياها، فاريد استعملها مره ثانيه. فمو كل خلفيات انا قاعد ارسمهم ولا قاعد اصنعهم، لا، كلهم قاعد يروحون حق ريسبكتيف اونرز، هم لهم الحقوق، هم لهم كل شيء، بس موجودين اونلاين، جمعت لكم اياهم مكان واحد علشان تصير سهالات لكم انكم انتم تاخذونهم وتستمتعون وتسوون تليفوناتكم وتطبطونها بطريقه بعركي. اللي تابعني بتويتر قاعد يدري كل ما ألقى واحد مسوي لي منشن قاعد أسوي له ريتويت، كفو، عافية عليكم، سوي جيش صغير أحمد بعركي وشلون يضبطون التليفونات مالوتهم بطريقة أحمد بعركي. وعليكم بالعافية مرة ثانية خلفيات باتمان. فإن شاء الله كل ما أحصل أي تليفون أسوي له مراجعة أي خلفية راح تلقونها على طول بهالمكان، ترجعون حق هالمكان راح تلقون أبديت راح يصير عليك، كل ما أنا أخذ خلفية جديدة راح تلقونها هناك، ما راح نخش عليكم شيء، بالعكس هذا روح المشاركة. فبس سلامتكم تعيشون، هذا بغيت أتكلم عنه بهالفيديو. أحمد بعركي، خلفيات باتمان، فما الله الكريم.